السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تصيبوا قبعة من هاد التريكو. هادي هانتوما عندي هاد التريكو، في هاد التقبة هادي والتوب ديالها باقي زوين. كاين اللي عزيز عليه يبقى لابس الفولارة في الدار، هذه الصراحه كتجي احسن من الفولار. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غتصيبوها، الطريقه سهله وبسيطه. غادي تاخذوا هنا الانام، ما غاديش نخدموه، نخليوه لشي حاجه اخرى. غادي تقطعوها بالظهر ديال هذا التريكو هذا، ناخذوا هذا الطرف هذا. هذا النوع ديال القبعات اللي بغيت نصايب انايا، ودوك اللي كيكونوا مدليين من اللور كيبقاو بحال هابطين. هاد الحاشيه هي اللي غادي تجي جهه الجبهه، غادي نشدوا هاد الحاشيه هادي، غادي ندوروها على الراس ديالنا. انا عندي هاد القياس هذا، اولا كديروا السنتيم دوروه على الراس ديالكم وكتنقصوا واحد 4 سنتيم بحال هكا. مثلا الا جاتكم الدوره فيها 42 غادي تنقصوا نتوما 4 سنتيم، كيجيو انيقين وزوينين. وفي نفس الوقت كتستغلوا هاد التريكوات اللي تيكونوا صراحه غير غترميهم، اللهم ديروا فيهم هاد الفكره هادي. عندي هنايا 21 سنتيم، هنايا تنعبروا 21، والطول راه كتخليها طويل. والطول اللي درت انايا درت 45 سنتيم بحال هكا. نسطر نقطع، ثم هو المستطيل ديالي بحال هكا. تندوزوه من هنايا بالماكينه، غادي ندوزو ونرجع نوريكم الطريقه كيفاش غادي تجمعوا هاد البلاصه هادي. وها هي التريكو ديالي بعد ما خليتها من الجلد من هنايا، باقي غادي ندير ليها السورجي اولا ديروا ليها الزيكزاك الا عندكم الماكينه الزيكزاك. واحد الحاجه نسيتها، الا كان التريكو ديالكم ماشي الاستيك ما تنقصوش 4 سنتيم كما قلت لكم قبيله، انا راه غير عندي هذا الاستيك. المهم نتوما غادي تدوروها على الراس ديالكم. نوريكم الطريقه كيفاش غادي تنسلوا واحد الخيط من التريكونيت كتجروه وكتجيو لهاد الجهه هادي، وكتبداو كديروا خياطات بحال هكا، تديروا خياطات مفرقين بحال هكا حتى كدوروا على هاد الطربوش كامل كما قلت لكم من الخيط ديال التريكونيت. هانتوما تنبقاو نخيطوا حتى كنلاقيوها. هانتوما بحال هكا تنجيب هاد الخيط هذا تندخلو بحال هكا هانتوما، وكنجر بحال كنسدها، هانتوما بحال كنسدها بحال هكا، وتنبدا نخيطها بحال هكا، نخيطها مع بعضياتها باش ما تحلليش ديك الخياطه
حيت راه الماكينه ممكن انكم نتوما تخيطوها بيديكم حتى من هنايا، ماشي مشكل. يعني راه ما كتحتاجش، ماشي بالضروره تكون عندك ماكينه باش تصايب هاد الطربوش. هذا انا درت هاد البره الكبيره نتوما صافي، وكنعاودها مره اخرى هكا تنعقدوها. وصنقلبوها على هذا الشكل هذا. هانتوما راه كتلبس وكتبقى هاد الطرف مدلية. هانتوما هنايا الا بغيتو ديرو شي شوشيه ديروها. الا كان عندكم الخيط ديال التريكو ديالكم غليظ ممكن انكم تاخذوا تسربوه وتبقاو تدوروا على شي كاغيط يكون القياس ديالو تقريبا 10 سنتيم، تبقاو تدوروا عليه وديروه يتصور. ممكن انكم تكتفيو بهذه الطريقه هذه. ها نتوما ملي كتلبس في الراس ممكن انكم تكتفيو بهذه الطريقه هذه. ها نتوما ها هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. كتجي ملبوسه هكا في الراس وكيجي هاد الطرف هكا هابط، تجي زوينه. انا عندي هاد الماركه ديال الشوشيات، هادو ديال الفورير، وبغيت نديرها ليها. غادي ناخذ بره وخيط ديالي جا على هاد الشكل هذا. ها نتوما جا من هاد الجهه طويل وهابط. وهاد الشوشيه صراحه جات معاه واخا ماشي في اللون ديالو، دائما الكحل كيجي مع كل شيء. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي.